مظبوط ب50 مشتري. لا 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 ثاني شلون وصلت الرقم؟ او ماي اي 50 واحد او ماي اكا تحدي فترات كيتش درافت خيار سلم لي درافت ساكن او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد جبتها وات او ماي جاد. مقطع اليوم راح يكون شو اسمه فيفا، فلا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. ويا مقطع شوي حلو فيه اشياء وكذي، فانتوا شوفوه راح يعجبكم وايد، فلا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب انستغرام فولو. بس ما بطول عليكم مشان انت، يلا نبدي. يلا 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 اوكي. تحدي ان لازم نجيب بسايمون جول واحد، راح نلعب مباراة واحدة، لازم نجيب بسايمون جول واحد. اذا ما يبنى شو اسمه راح اسوي كوكسل حق لاعب، فبس يب راح اسوي كوكسل حق منو؟ حق سانشيز. اوكي فيب والله حرام يروح علينا سانشيز، شاري 11000 حرام حرام. 11000 هذي تقريبا تبلك درافت يعني، حرام حرام نبيع كوكسل. كوكسل كم؟ 600 700 كذي، والله حرام. المهم يا اخوان لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا ندش على المباراة. ها دش ها دش. بس والله يعني التحدي صعب، يعني انت الحين لازم تجيب جول واحد بسايمون. انا شلون اجيب جول واحد وما في صانع لعب؟ صانع لعب بيرلو؟ لا مو بيرلو، احتاج صانع لعب احتاج صانع لعب بس ما ادري. المهم ندش على المباراة، ليتس جو. يلا يا خصمي يلا يلا جاء التحميل. يلا حلو قوة الشبكة حلوين، احنا اليوفي تشكيلة الخصم والله والله قوية والله. لا 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 حلوة حلوة. سيمون والله اللاعب متعون انسحب، ما في تحدي حلو 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 حلو. انسحب صح؟ انسحب اي فبس انسحب. حسب تحديات، كم تحديات؟ شو اسمه 82 زائد 88. أسوي تحديات تشوف حظنا، اختبر لي يعني الحظ، بسوي بعد بكجات وبفتحهم. فيلا يلا خلونا نسوي البكجات وشي. عطني 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 نقاطك. هاي 20 وين سحب؟ يلا يلا عادي عادي ما يهمني فت. اوكي رحنا عند التحديات، يلا يلا يلا. حلو اوكي نايس نايس اوكي. حط وينكس اوكي بس يسبك. حلو خلصنا خلصنا خلصنا. يلا خلنا نسوي بعد.
ودي احط كريم بالعربي. طلبرك طلبرك عشان يشبك. اوه ماي جاد، ما في واحد يشبك ولا ما في واحد اسباني. هذا اي كاكا، هذا اسباني. Hello. We'll be right back.
بس الباجين مقطع اليا راح فتح حتى يمكن مقطع اليا ما نزل. انا كنت احب يا اسماء ما ادري ما يعني ما بنزل مقطع شيء خايس يعني احب يا اسماء في شيء. والله حرام عشان راح قاعد يصير بس راح اظل اسوي وايد. بس شباب اتمنى عجبكم المقطع حطوا لايك اشتركوا القناة وشكرا على هالمشتركين. انستغرام مع السلامه.